السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المشهد، نناقش فيها تطورات ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، حيث يقدم برلمانيون بريطانيون اليوم من حزبي المحافظين والعمال مشروع قانون لوقف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. يأتي ذلك قبل أيام قليلة من دخول قرار حكومي بتعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع حيز التنفيذ. معي لمناقشة هذا الموضوع سكرتير دائرة انتخابية لحزب العمال البريطاني سيد عمر إسماعيل، وكذلك رئيس المجموعة العربية لحزب المحافظين البريطاني دكتور وفيق مصطفى. أهلا بكم ضيوفي الأعزاء. أبدأ معك دكتور وفيق، اليوم البرلمان البريطاني يلتئم بعد انتهاء العطلة الصيفية، وعلى أجندته قرار هام وربما يكون من أبرز القرارات حتى في تاريخ بريطانيا. المحافظون اليوم سيقدمون مع حزب العمال مشروع قانون لوقف الخروج دون اتفاق. من وجهة نظرك كممثل للعرب في حزب المحافظين البريطاني، كيف تنظر لهؤلاء من حزبك الذين سيتعاونون مع حزب العمال لوقف الخروج دون اتفاق؟ أعتقد أن يكون في هناك ضغط كبير جدا على الحكومة البريطانية، وهناك تحدي كبير، لأن كما ترى أن هناك قلق هستيري في بريطانيا، في البرلمان نفسه كذلك، في حزب المحافظين وفي حزب العمال وفي كل الطيف السياسي أيضا، الطيف السياسي في بريطانيا. فأعتقد أنها تبقى مشكلة كبيرة جدا. وكما أرى من الصورة أن بوريس جونسون يتمنى ويحاول أن يعمل جو مناسب إلى انتخابات برلمانية جديدة. وتصور أن جيرمي كوربن رئيس حزب العمال، زعيم حزب العمال، قد يجد ذلك صعب. طيب، ولكن بالنسبة لكم أنتم في المحافظين، كيف تنظرون لهذه المجموعة؟ بوريس جونسون والصحافة البريطانية يسموها المتمردين، يسمونها المعارضين. داخل الحزب كيف ينظر لهؤلاء الذين يخالفون سياسة رئيس الحكومة؟ هو طول عمر السياسة وطول عمر الديمقراطية دائما يكون في متمرد وفي مختلف. أعتقد أن بوريس جونسون عنده strong vision، رؤية قوية، رؤية قوية على مصر، على بريطانيا. والرؤية القوية دي هي رؤية تختلف عن رؤية وطريقة تريسا ماي، وهذا هو السبب الكبير أنه يريد الخروج من موضوع البريكسيت ليتحرك الاقتصاد البريطاني. الاقتصاد البريطاني بيفقد مليار جنيه كل يوم بسبب تداعيات ملف الخروج، والخروج لم يحصل بعد، فأعتقد أن دي مشكلة كبيرة جدا، وبوريس جونسون يحاول أن يحلها بسرعة. طبعا هذه ليست بسهولة، لأنها ليست في يده كذلك رئيس وزراء. دي دولة ديمقراطية ولها مؤسسات ولها قواعد محددة. طيب، حتى مع رئيس وزراء. الآن بالنسبة لحزب العمال البريطاني، لطالما قال رئيسه وقيادات حزب العمال البريطاني بأن أزمة البريكزيت هي من صنع حزب المحافظين، وصنع أصلا هذا المأزق الكبير هو لمجارات أحزاب يمينية كحزب يوكيب وبرنامجه الدائم في الخروج من الاتحاد الأوروبي، لماذا نجدهم الآن يتفاهمون مع أعضاء في حزب المحافظين البريطاني ويتواصلون معهم لتقديم مشروع قرار لمنع الخروج دون اتفاق؟ يعني تقصد بريكزيت؟ البريكزيت طبعا، حزب البريكزيت. يعني أولا لابد من إيضاح 3-4 صور متعقبا على ما قاله الدكتور وفيق. الادعاء بأن الأستاذ جونسون له رؤية قوية بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذا ليس صحيح. هذا الرجل حاول بقدر الإمكان أثناء فترته كعمدة لندن لتأييد تواجد بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وله أحاديث كثيرة في هذا الصدد، وآخرها مقال مطول قبل الخروج أو قبل تحديد الاستفتاء على الخروج بأسابيع قليلة، يتحدث فيه عن مزايا الخروج السلبية وعن المزايا الإيجابية للبقاء في الاتحاد. يعني هو يعلم ما هي الأضرار التي تتم أو التي سوف تلحق بالاقتصاد البريطاني، ليس فقط الاقتصاد البريطاني ولكن اجتماعيا سياسيا. هناك يعني أشياء كثيرة على المحك هنا. الديمقراطية نفسها في مأزق شديد، الديمقراطية البريطانية
في مأزق شديد جدا. ما هو المأزق؟ هذا المأزق اولا محاولة الاحتلال يعني الاحتيال او الالتفاف حول اجراءات قانونية متفق عليها ما بين الاحزاب تاريخيا بتعطيل البرلمان لمدة اطول من اللازم اللي هي في فترة المؤتمرات السنوية للاحزاب. هذا يعني معترف به ومن التقاليد أنها بتكون في فترة 3 أسابيع، زيادتها ما هو إلا محاولة إجهاض العملية الديمقراطية وإيقاف إرادة مجلس النواب من الخروج بدون اتفاق. طيب هناك نقطة مهمة جدا. جونسون صوت ضد تريزا ماي 3 مرات ليست فقط. فهذا إنسان ليس له مبادئ، هو في سياسته سياسة انتهازية. طيب ويريد بقدر الإمكان أن ينجح اليمين المتطرف، لأن هم دول الأيديولوجية بتاعة الكونسيرفاتيف، أنهم هم فقط لهم حق بريطانيا وليس لأحد هذا الحق. ما حجم هؤلاء دكتور رفيق؟ يعني الآن فعلا برزت اتهامات لأعضاء في حزب المحافظين بأنه حزب يمثل اليمين فقط، ولكن هذه المرة بوريس جونسون يذهب أبعد من ذلك إلى مجاراة اليمين المتطرف في خطابه الذي وصفته بأن لديه رؤية قوية. الأستاذ عمر قال لا، ليس لديه رؤية. هناك من يؤيد فعلا بأن بوريس جونسون منافق. بوريس جونسون 3 مرات عارض الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا مي، ولم تهدده تيريزا مي من أنه لن يصوت مرة أخرى. الآن هو في أول استحقاق يهدد كل نواب حزب المحافظين الذين سيصوتون اليوم أو غدا ضده، يهددهم بأنهم لن يكونوا على قائمة الحزب في الانتخابات القادمة. والحقيقة علينا أن نعرف باعتبار أنه رئيس وزراء بريطانيا وليس رئيس وزراء الحزب المحافظين، فبالتالي رئيس الحزب. هو بالمناسبة هو البعض يقول أنه فعلا هو رئيس حزب المحافظين، وجاء في استحقاق البعض يصفها أنه غير ديمقراطي، لأن من انتخبوا هم أقل من 150 ألف من الشعب البريطاني. هي دي آليات الديمقراطية البريطانية. هذا صحيح. فهو هو لم يعمل انقلاب في نص الليل وسمي جنرال جونسون. لا، هو دي آليات الديمقراطية في بريطانيا والكل يحترمه. هو طبعا هو يواجه تحدي كبير، هو يعني رغم ان هو طبعا زي ما انت قلت كان له ميول ودافع عن البقاء، انا حطيت صوتي للبقاء. هو ينظر اليها انه رئيس وزراء لانه يريد ان يعني ان يخلص من موضوع البريكزيت الذي طلبه الشعب من خلال استفتاء عام الشعب البريطاني قال الخروج. ولكن لم يقل الخروج دون اتفاق، لأن بوريس جونسون كان يقول ويروج إذا كنت تذكر أثناء الاستفتاء الخروج الاتفاق سيكون سهل جدا، وكما نقول باللهجة المصرية شربة مية يعني، وسيكون أفضل الاتفاق أفضل من اتفاق البقاء في الاتحاد الأوروبي. كل ذلك ذهب أدراج الرياح. حلوة دي شربة مية، يعني خاطر كده في الشارع. لا، هي طبعا هو جونسون يعرف تماما أن حتى كررها بالمناسبة، قال كليك أند جو يعني قبل أسابيع، يعني الاتفاق بالنسبة فقط اضغط زر وسنمشي. أنا قابلت بوريس جونسون حوالي 20-25 مرة، يعني أعتقد أني يعني ممكن أدعي أنني أعرف جزء عنه. هو رجل سياسي محنك، وكما قلت يعني أنا بشبهه بتشرشل في تصرفاته ورؤيته السياسية الداخلية والخارجية، ولا يمكن الاستهانة به على الإطلاق. طبعا هو في وضع حرج جدا، دي لعبة شطرنج. يعني لعبة شطرنج، هو عايز يعمل انتخابات عامة، والعمال أعتقد سيعملوا هيعكروا هذه الفكرة، وكمان أعضاء مجلس العموم البريطاني من المحافظين كذلك. أنا لسه شايف 2-3 يقول لك هنستقيل. فأعتقد هو في مهمة أكثر من الصعوبة. طيب هذه المهمة، أسأل الصحفية المختصة في الشأن البريطاني منال لطفي معي عبر الهاتف عن حظوظ رئيس الوزراء البريطاني الحالي بوريس جونسون بالخروج من هذا المأزق. البرلمان البريطاني ربما يصدر اليوم أو غدا، اليوم مساء أو غدا، تشريعا يعرقل الخروج دون اتفاق. إلى أي مدى من وجهة نظرك سيضغط ذلك على بوريس جونسون لينفذ تهديده أمس باللجوء إلى انتخابات مبكرة؟ أولا فقط الدلالة على حجم تناقضات بوريس جونسون، بوريس جونسون لم يصوت ضد اتفاقية تريزا ماي 3 مرات،
صوت مرتين ضدها وفي المرة الثالثة دعمها في آخر تصويت. وهذه دلالة على حجم التناقضات، لأنه تلك الاتفاقية التي يقول الآن أنها كارثية هي في الواقع وصدق عليها آخر مرة، بس صدق عليها بشرط أن تعلن تريزا مي موعد تنحيها عن زعامة الحزب وزعامة الحكومة. شكرا للتصريح. فيما يتعلق بسؤال حضرتك، البرلمان اليوم بشكل شبه مؤكد سوف يمرر تلك المشروع القانون لمنع بوريس جونسون من الخروج بدون اتفاقية، وخاصة مع إعلان فيليب هامون وزير الخزانة السابق اليوم أنه يعتقد أن هناك ما يكفي من الأعداد من متمردي حزب المحافظين الذين سوف يتحدون الحزب ويصوتون لذلك القانون. خيارات بوريس جونسون، فكرة انتخابات مبكرة ليست شيء تحت يديه، هو يستطيع أن يدعو الانتخابات عامة مبكرة، لكن اليوم كان من اللافت جدا أنه أصوات عديدة في الحزب، حزب العمال على سبيل المثال وزير الظل في حكومة شؤون وزير الظل في حكومة حزب العمال المسؤول عن شؤون أيرلندا الشمالية قال أنه الحزب لن يدعم بشكل يعني متعجل فكرة انتخابات مبكرة، لأنه الجميع يتخوف من أن يقول بوريس جونسون الانتخابات سوف تكون يوم 14 أكتوبر ثم يجريها في الأول من نوفمبر المقبل، بحيث يفوت الفرصة على البرلمان لوقف سيناريو الخروج بدون صفقة. لكن رئيس حزب العمال البريطاني أمس كان مبتهجا بإجراء انتخابات مبكرة وقال نحن مستعدون لإجراء هذه الانتخابات وندعم إجراء انتخابات مبكرة، على الأقل رأي حزب العمال البريطاني لم ينضج بعد. من وجهة نظرك بالنسبة لحزب، هذه نقطة مهمة جدا، الموقف المبدئي لحزب العمال هو دعم إجراء انتخابات عامة مبكرة في أي وقت، لكن ليس بلا شروط. بالتأكيد هناك شروط، ومن الشروط التي بزغت منذ صباح اليوم أن الحزب يريد تأكيدات وضمانات في مشروع الدعوة لانتخابات مبكرة، لأن هذا مشروع يجب أن يصوت عليه البرلمان وتكون هناك فيه بنود مرفقة، ومن أحد البنود المرفقة التي يريد حزب العمال إرفاقها بذلك بمشروع قرار إجراء انتخابات مبكرة أن يكون هناك بند يؤكد على رئيس الوزراء أنه سيدعو للانتخابات بعد تنفيذ البريكزيت 21 أكتوبر. كلام مهم جدا سيدة منال، ابقي معي. أستاذ عمر، بالنسبة لهذه الدعوة للانتخابات مبكرة التي بدت أمس مبطنة في كلام بوريس جونسون لكنها واضحة، وهو كان يهدد أعضاء حزبه إذا دعمتم ما يبدو مشروعا لإيقاف الخروج دون اتفاق فلن يكون أمامه مفر إلا الدعوة لانتخابات مبكرة. جيرمي كوربن أيد هذه الدعوة، كما تقول السيدة منال هناك مطبات في هذه الدعوة، وربما حتى أيضا رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير شبهها بمصيدة الفيل. يعني ماذا يقصد بمصيدة الفيل ودعا حزب العمال لعدم تأييدها؟ وجهة نظر توني بلير دائما أن حزب العمال لابد أن يكون على دراية كاملة بما يضع في طرقه من عراقيل. أولا يعني وضع البريكسيت الآن، أي حزب ينجح في الانتخابات القادمة أيا كان هذا الحزب سوف يتحمل مسؤولية البريكسيت. فأنا يعني أنا وافق مع توني بلير في هذا، أن يعني خوض انتخابات في هذه الفترة تحت الظلال وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بسبب بريكسيت ممكن يسبب دامج أو يسبب إذا كان سيتم بعد الخروج، يعني هذه كارثة بالنسبة للحزب الذي سيتولى قيادة الحكومة وهو ضد الخروج. الشرط الأساسي التي طرحه الحزب الآن، رغم أن جيريمي كوربن أوضح في خطاب أمس أنه مستعد، الحزب فعلا مستعد للانتخابات لخوض انتخابات، هذا موقف مبدئي، هذا خط مبدئي. ولكن كما أضافت السيدة الفاضلة أن هناك شروط للموافقة على هذه الانتخابات المبكرة. الشروط هي أول شرط أن يكون عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي شرط أساسي في موافقة حزب العمال على إجراء هذه الانتخابات. ماذا تقصد؟ يعني كيف يعني على من سيشترط هذا الشرط؟ على الحكومة، على الحكومة البريطانية، على حكومة المحافظين اللي هي ما تزال في تملك دفة الأمور، هي التي تحرك حتى في فترة انحل البرلمان ممكن خروج بريطانيا. يعني لابد من مشروع قانون يطرح على مجلس النواب ووافق عليه مجلس النواب لوقف هذا الخروج. لا بالنسبة للانتخابات واحدة واحدة، إجراء الانتخابات هل يتطلب
عرضه على البرلمان البريطاني وموافقة البرلمان، أما أن رئيس الوزراء من صلاحياته الدعوة للانتخابات مبكرة في أي وقت؟ هذا تغير في سنة 2010 في 2010 على ما أعتقد 2010 في الحكومة الائتلافية مع حزب الأحرار، وكان مشروع قرار بأن حقية رئيس الوزراء البريطاني من أن يدعو الانتخابات سحبت منه وأصبحت ملك البرلمان البريطاني، يعني ولابد أن يوافق عليه ثلثي أعضاء البرلمان. إذن ما وجهة نظر المحافظين الآن دكتور وفيق؟ المحافظون المتمردون الآن تحت صوت كما يسمى في لجنة الانضباط لديكم في الحزب التهديد بسحب مقاعدهم، أي أن الحزب لن يرشحهم مرة أخرى كما كان واضح في كلام بوريس جونسون، فكيف سيتخذون؟ بعضهم قال بأنهم سيضعون مصلحة البلد على وسيقدمونها على مصالحهم الانتخابية والحزبية. هو أنا أعتقد أن طبعا حكاية أن في أعضاء البرلمان سيمنعوا من دخول الانتخابات مرة أخرى هذا صعب جدا، ولا أتصور أنه ممكن تنفيذه. كيف؟ يعني ليس من صلاحيات بوريس جونسون. نأخذ فيليب هاموند على سبيل المثال، اليوم قال لبي بي سي بأنه سيرشح نفسه وأنه يعني مستعد للدفاع عن هذا حتى لو بالقانون، مستعد يرفع دعوة على حزب المحافظين من أجل أن يأخذ حقه في تمثيل دائرته الانتخابية ضمن حزب المحافظين. لا، هو أنا ترشحت في حزب المحافظين في 2004 في دائرة ليفربول، ليس لها علاقة لها بزعامة الحزب، هي بتيجي من خلال رئاسة الحزب اليد، فلها يعني لها تشانل تانية خاصة، آليات مختلفة تانية. فهو تقريبا نوع من التهديد الغير يعني ليس رسمي، لأنه عملية إن واحد يبقى عضو. يعني أجيب لك مثلا على سبيل المثال حزب العمال، البرلمان أعضاء البرلمان في حزب العمال لم يؤيدوا جيرمي كوربن، ولكن القاعدة عيّرت جيرمي كوربن. هي العكس في حزب المحافظين، حزب المحافظين أعضاء البرلمان هم اللي بيختاروا رئيس الوزراء إلى حد كبير، وبعدين بتحط تاني يعني بطريقة عكسية. إذن يعني ليس بالضرورة أن يستطيع بوريس جونسون أن ينفذ تهديداته بيسحب السحب الترشيح. هو بوريس جونسون ديمقراطي من شعر رأسه لأظافر الرجلين، هو ديمقراطي ويعلق البرلمان لما بيصير خمسة أسابيع. خلينا نشرحها. هو علق عمل البرلمان، لا يعني هو منع أيام. البرلمان من أن يتحدث ويناقش خطة الخروج دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي ويمنعه البرلمان. أليس ذلك إعاقة للديمقراطية؟ لا، البرلمان مجتمع النهاردة ويجتمع بكرة، يعني البرلمان مش ما هو ما قفلهوش، يعني دي مش ثورة في العراق 58 مثلا، لا دي ديمقراطية، هو هذا حق القانوني من خلال الملك البريطانيا والبرلمان. كفل 4 أو 5 أيام في الماضي أيام رؤساء وزراء آخرين، فهو ليس هو بس حساسية الوقت والمقصود منها هو ما يضايق الناس كثيرين. فهي حكاية إنه هو 5 أسابيع هي كلها 4 أيام، بس 4 أيام حساسة في تاريخ وحاسمة. منال، أعود لك سيدة منال لطفي، من وجهة نظرك إلى أي مدى يمثل إجراء بوريس جونسون بتعليق البرلمان أصبح أمرا متأخرا دافعا لما يجري اليوم من مشروع إقرار قانون يمنع الخروج دون اتفاق، وبالتالي أيضا سيكون هو السبب لانتخابات مبكرة؟ هذا سؤال مهم جدا، لأنه كانت هناك خلافات داخل البرلمان وخلافات بين الأحزاب المختلفة وحتى داخل حزب المحافظين. أعتقد أن خطوة بوريس جونسون تعليق البرلمان لتلك الأيام الحاسمة أدى إلى توحد البرلمان ضده، والعشرين نائب في حزب المحافظين الذين أعلنوا أنهم سيتقدمون في كل الحالات بمشروع قانون بتكبيل يديه اليوم أصروا على أنه لن يتنازلوا عن تلك الخطوة، وهذا كله بسبب ميل بوريس جونسون لمحاولة تهميش البرلمان في تلك المعركة المهمة في بريطانيا.
فكرة الانتخابات المبكرة كما تفضلت وتفضل الزملاء، يستطيع بوريس جونسون أن يدعو الانتخابات مبكرة، لكنه لن ينالها إلا بدعم ثلثي البرلمان. وإذا ما رفض البرلمان انتخابات عامة مبكرة، يصبح أمام بوريس جونسون خياره الذي أعلنه أمس وأكده مايكل جوف، وهو أنه لن ينصاع لقرار البرلمان أو لقانون البرلمان تمديد المحادثات مع بروكسل. ولكن هذا قانوني، يعني الإشكالية أن هذا الأمر قانوني. سؤالي لك منال، هل هذا الأمر القانوني هل هو ديمقراطي؟ يعني إجراء بوريس جونسون هذا الذي يدافع عنه مايكل جوف بأنه قانوني، والذي كما دافع أيضا ليس مايكل جوف، كما دافع حزب المحافظين عن إجراء بوريس جونسون باللجوء إلى الملكة بتعليق البرلمان الذي قالوا بأنه قانوني ومن صلاحيات الحكومة، ولكن السؤال مرة أخرى، هل كل هذه الإجراءات التي هي قانونية هل هي تخدم الديمقراطية البريطانية؟ بالتأكيد الأزمة الحالية طرحت أسئلة أكبر كثيرا من البريكزيت بحد ذاته. كما تفضلت، هو في بريطانيا هناك تقاليد سياسية وليس هناك دستور مكتوب، وكل طرف يفسر تلك التقاليد السياسية على حسب مصلحته وأجندته السياسية. وبالتالي الزميل عندما يقول أن بوريس جونسون في لديه حق تعليق البرلمان، هو بالتأكيد لديه حق تعليق البرلمان، لأن التقاليد السياسية تعلقها يومين ثلاثة أربعة، لكن ليس لخمسة أسابيع. والبعض يقول أن تلك الأزمة تكشف أهمية أن يكون هناك دستور مكتوب في بريطانيا بدلا من تلك التقاليد التي يمكن تفسيرها بطرق مختلفة. وبالتالي إذا ما تحدى على سبيل المثال بوريس جونسون برلمان ورفض الانصياع للقانون الذي سوف يتم التصويت عليه مساء أو صباح الغد، ما الذي سوف يحدث؟ سوف ترفع عليه قضية أمام المحكمة العليا البريطانية، وسوف تكون مواجهة مفتوحة ما بين الحكومة من ناحية والبرلمان من ناحية أخرى. وبالتالي عندما يقول الكثيرين نحن أمام أزمة دستورية مفتوحة، هذه ليست مبالغة. طيب، لأنه ما هي الأوراق الأخرى التي بيد بوريس جونسون؟ حقيقة ليس بيده الكثير من الأوراق، خاصة إذا أصرت المعارضة رفض الانتخابات المبكرة. هنا لن يكون لديه بالواقع أي أوراق، يكون بوريس جونسون قد وضع نفسه في خندق وأصبح بلا أي أوراق فعلية. طيب ابقى معي منال، سأعود لك بسؤال أخير، لكن قبل ذلك أستاذ عمر، أسئلة ربما تطرح لأول مرة في تاريخ بريطانيا، أن هناك أزمة ديمقراطية، هناك استغلال للنظام الديمقراطي وللدستور العرفي في بريطانيا غير المكتوب من قبل بوريس جونسون، لما قد يكون سببا بأن يشتبه، لن أقول بأنها ديكتاتورية، بأن يشتبه بأن هذا الإجراء بعض النواب البريطاني شبهوا بأنه مثل بعض الدول النامية، مثل بعض دول العالم الثالث، اللي هي تعتبر بنانا ريبابليك أو جمهورية الموز. من شك يعني داني أوافق مع الأخت العزيزة منال في تحليلها للموقف، خاصة بما يعني إشارتها إلى القوانين والإجراءات والتقاليد والعادات البريطانية. هناك الآن اتجاه في تقنين هذه الأوضاع بحيث لا يستطيع أحد حاليا أو مستقبلا أن يلتف حول الديمقراطية. نعم، الديمقراطية البريطانية الآن في موقف حرج جدا، وموقف لا يستطيع أي من يعني مستطلعين الآراء أو حتى المخمنين أو حتى المنجمين أن يتوقع ماذا سيحدث في خلال الفترة القادمة. ولكن من الواضح أو الادعاء من بأن السيد جونسون رجل ديمقراطي، ليس من حق الديمقراطية في شيء أن يقف رئيس أو وزراء أمام نمبر 10 داونينج ستريت ويعلم أنه لن ينصاع لقرار أو قانون أصدره البرلمان البريطاني. هذا هو الرجل نفسه الذي ادعى في 2016 بأنه سيعيد الديمقراطية والسيادية لمجلس النواب البريطاني. ما نراه الآن إلا محاولة لإفساد هذه الديمقراطية لأغراض شخصية ولإرضاء قلة قليلة من اليمين المتطرف في حزب المحافظين. ولكن التعليق من حيث المبدأ هو إجراء من حق رئيس الوزراء أن يقوم به، وهو إجراء روتيني، يعني يجرى تقريبا كل عام أثناء فترة المؤتمرات الحزبية، والملكة في هذا الإجراء عليها أن تلتزم بالنصيحة الملزمة التي يتقدم بها رئيس الوزراء. إذن هذا الإجراء هو إجراء قانوني. الإجراء قانوني، هناك لا اعتراض على الإجراء القانوني. وكما يعني في بداية البرنامج أنا أشرت إلى تقليديا في فترة الاجتماعات السنوية
للأحزاب المختلفة فعلا تم تعليق البرلمان. يتم تعليق البرلمان يعني شبه إجازة ثلاث أسابيع ولكن هذه المرة هو الآن زادها خمس أيام زيادة، فالخمس أيام دول يؤثروا على مجرى القوانين التي سوف يصوت عليها أعضاء البرلمان. بمعنى أن عند بداية هذا التعطيل جميع أعمال المجلس بتسقط وتبتدي بداية جديدة عند عودته في 14 نقطة أول السطر لكل القرارات التي تم مناقشتها، فكل القرارات اللي أخذت قبل كده أو لم تنفذ بتسقط وتبتدي من جديد. طيب هل يمكن إغفال ذلك كله دكتور وفيق؟ يعني في حزبكم حزب المحافظين من اتهم بوريس جونسون بالالتفاف على البرلمان هذه المدة الطويلة التي قلت بأنها يعني إجراء تقليدي، وهو فعلا إجراء روتيني تقليدي، لكن ليس في هذا الظرف الحساس، ليس وبريطانيا على أكبر استحقاق في تاريخها السياسي بعد الحرب العالمية الثانية. هو لازم أوضح نقطة مهمة جدا بالنسبة للسامع العربي، بوريس جونسون نفسه منتخب، وإذا حدث انتخابات هيقدم نفسه في الانتخابات كأي مرشح آخر، فبالتالي هو مش رئيس وزراء والناس بتنتخب حواليه زي في الدول العربية. لا بالمناسبة هناك تهديد بأن ربما لن تنتخبه دائرة أكسبريدج هنا في غرب لندن، ربما، لأن هذا قالت في الصحافة البريطانية، لأن الجمهور على الأغلب بمنطقة أكسبريدج وأنا أعرفها جمهور على الأغلب مع البقاء في الاتحاد الأوروبي. هو في نقطة لازم تاخد بالك منها، هو تراديشنالي من ناحية التراديشن أو القبول العام ليه؟ العادات والتقاليد. من العادات والتقاليد في بريطانيا لما يعني يكون واحد رئيس وزراء عادة الدائرة بتاعته بتنتخبه من الناحية الأدبية، لأنه هو بيبقى عنده أجهاد في مشاكل أخرى كثيرة جدا كرئيس وزراء، بس هذا ليس شرط ولكن الحاجة يعني هو طبعا هو مش التفاف حول الديمقراطية، هو التفاف حول الآليات الموجودة في الدولة من الناحية القانونية، هو ده اللي بوريس بيعمله، لأنه هو حس إن العملية عملية تضيع وقت وخناقات لا لها بداية ولا نهاية، حتى إذا زود 3-4 شهور تانيين حتى يناير المقبل لن تجدي في تغيير موقف بريكس. الحاجة الوحيدة في اعتقادي إنه هو يدعو إلى استفتاء آخر بعد كل هذه المشاكل، وهذا يأتي من خلال البرلمان وليس من خلاله، عشان ولكن هو معارض لهذا الفكرة بشكل قوي جدا. هو رئيس وزراء بريطانيا لازم يأخذ الموقف الرسمي للدولة، يعني مثلا تريسا ماي أعطت صوتها للبقاء وكانت ضد الخروج، ولكن أصبحت رئيس وزراء فإنها تأخذ الموقف الرسمي للدولة وهو أن الشعب أعطى صوته للخروج. طيب. فهو عنده نفس الموقف، ولكن إذا حدث انتخابات أخرى أو استفتاء آخر هذا ليس في يده، هو عمل ما في مقدوره كرئيس دولة وينفذ إرادة الشعب ويستمر كرئيس وزراء هذا أو ذلك. طيب. الإشارة لإرادة الشعب يعني في استطلاع رأي في مجلة النيو ستيتمنت النهاردة بيثبت أن هناك انقسام في داخل معسكر الليبز، بحيث أنهم الآن لم ما عندهمش موقف معسكر واحد. البريكس الخروج اللي هو بتاع الخروج معسكر الخروج يعني أنا ليست لدي الأرقام لكن معظم الاستطلاعات تشير إلى أن نسبة البقاء الآن أكبر من نسبة البريكس الخروج الآن بيعتمد الدليل على هذا إيه؟ ما تم في 2017 وانتخابات 2017 جميع الأحزاب كان برنامج العمل بتاعها على أساس الخروج باتفاقية بنسبة 54%. أما الآن نحن أمام مشهد مختلف تماما. طيب معي ليلى حداد الصحفية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي عبر سكايب من بروكسل. ليلى، كيف يراقب الاتحاد الأوروبي من جانبه الآن هذه التطورات الأخيرة واحتمال إجراء انتخابات مبكرة مما سيؤجل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي أو قد يلغي الخروج من الاتحاد الأوروبي برمته إذا ما فاز حزب في برنامجه الانتخابي وضع على أجندته تصويت أو استفتاء ثاني؟ نعم، الاتحاد الأوروبي رسمياً إن كانت المعوذية في هذا التنفيذي أو البرلمان الأوروبي أو المجلس الأوروبي هم في وضع wait and see، يقولون رسمياً أنهم لن ولا يتدخلوا
بشكل عام في الشؤون الداخلية لبريطانيا. بريطانيا لديها سيادة، وبريطانيا ربما قبل بعد شهور أو بعد أعوام سيكون لها فقط علاقة تبادل حر أو شراكة مثلها مثل أي دولة أجنبية. إذن رسميا لا يوجد يعني موقف معين، لكن بالنسبة للموقف بالنسبة لي يعني الخروج من الاتفاق بدون اتفاق ميشيل بارنييه يوم الأحد يعني قبل يومين كان أكد على أنه الاتحاد الأوروبي لن يغير موقف لن يعود إلى مفاوضات جديدة في هذا. قال كذلك أنه غير متفائل بالنسبة لتجنب الخروج بدون اتفاق. ولكن هذه التطورات الأخيرة ليلى، ألا تعتقدي بأنه من المنطق الآن أن يتشدد الاتحاد الأوروبي مع بوريس جونسون، وذلك لإضعافه، حتى لإضعاف جبهته الداخلية إذا ما جرت انتخابات مبكرة؟ ما الذي سيدفعهم الآن لإبرام اتفاق مع بوريس جونسون قد يعتبره بوريس جونسون انتصارا تاريخيا له؟ لا أعتقد أنه يكون انتصار تاريخي، لأنه سيضع بريطانيا في مأزق، مأزق اقتصادي، مأزق تجاري، مأزق مع جيرانها المباشرين وهي إيرلندا، جمهورية إيرلندا. ممكن جدا أن إيرلندا الشمالية تقول أوكي أنا كذلك أريد العودة إلى أو الاتحاد أو يعني الاتحاد مع إيرلندا، إيرلندا واحدة مثلا. طبعا هنالك ضغط، مواقف الاتحاد الأوروبي ضاغطة جدا، فقط القول أنهم لن يعودوا للمفاوضات مرة ثانية هذا ضغط كبير جدا. ما أريد أن أقوله كذلك هو أن الاتحاد الأوروبي يعني يعطي هذا الموقف الضاغط الشديد لأنه يعرف جيدا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني الأشياء لن تنتهي، هنا تبدأ الأمور الجدية أكيد في الاتفاق النهائي. ابقي معي ليلى. منال ما زالت معنا؟ منال لطفي سؤالي الأخير لك الآن، بالنسبة للاتحاد الأوروبي لابد أن أخبار انتخابات جديدة أخبار سارة بالنسبة لهم، لأن ربما تكون مقدمة لإلغاء البريكزيت برمته، ما رأيك؟ بالتأكيد هذه احتمالية، خاصة وأن المزاج العام في بريطانيا يتغير. كل استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة توضح أن هناك دعم بنسبة 52% لإجراء شعبي ثاني على السؤال الأوروبي. كما يقول رئيس الوزراء البريطاني الراحل هارولد ويلسون، الأسبوع يوم طويل، الأسبوع فترة طويلة في السياسة، فبريطانيا حاليا اليوم فترة طويلة في السياسة، 24 ساعة ممكن تغير الكثير من التفاعلات. وأعتقد أنه 48 ساعة المقبلة في البرلمان، أولا تمرير القانون المتوقع مساء اليوم، عدد الدعم لي، حجم الدعم لي، من سوف يتمرد من حزب المحافظين ويصوت لصالحه، كل هذه مؤشرات هامة جدا على المسار الذي سوف تأخذه عملية البريكزيت في الفترة المقبلة. وأعتقد أن هناك في بريطانيا إدراك أن موضوع البريكزيت لا يتعلق فقط بمجرد علاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي، يعني مفاوضات البريكزيت ليست مسألة اقتصادية تجارية محضة، سؤال البريكزيت هو سؤال هوية. واعتقد انه من الاشياء المؤسفه في استفتاء 2016 انه لم يصوت عدد اكبر من الشباب في بريطانيا، صوت بالاغلبيه من هم فوق ال 50 عاما، واخذوا قرارا متعلق برؤيه نوستالجيك لماضي بريطانيا وليس لمستقبلها. وهناك سؤال جوهري في بريطانيا اليوم من الشباب، من الذين يعيشون في المدن الكوزموبوليتن مثل لندن وغيرها، حول سؤال البريكزيت والهويه، لانه كما يعلم الجميع هذا متعلق بكيف ترى بريطانيا نفسها على المشهد الدولي خلال المائة سنة المقبلة، علاقتها بجوارها الأقليمي وجيرانها الأوروبيين. شكرا لك منال لطفي، الصحفية المختصة في الشأن البريطاني. ممكن تعليق بسيط بس يعني حأخذ تعليقك على كلام منال وعلى كلام أيضا الدكتور وفيق في استفتاء ثاني. هذا الشباب الذي همش والذي ربما كان السبب بإبراز دور جيرمي كوربن، هل فعلا يمكن أن يصحح
أخطاء الاستفتاء الأول إذا ما أجري؟ احتمال كبير جدا. يعني إحنا لو خدنا مثلا الشباب اللي هم في سن أولادي أنا وأصدقائهم، أما بعض معهم وكلمهم على بريكسيت، يعني بيقولوا أن إحنا نحس أن إحنا يعني منفصلين عن هذه العملية، لم يتخذ رأينا فيه، لم يعني يستشاروا. الحديث كان موجه لهؤلاء الذين لهم عاطفيات لماضي بريطانيا السابق. على سبيل المثال ولا الحصر، يعني إحنا بعد الاستفتاء وطبعا في واتفورد بالذات قمنا بحملة لنرى ما هو الأسباب التي دعت الناخبين للتصويت مع بريكسيت. يعني هو كانت نسبة ضئيلة جدا في واتفورد. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة الأسئلة التي يعني الإجابات التي أتتنا، واحدة منهم يعني فيها حاجة حوالي 90 سنة قالت أنها عايزة بريطانيا ترجع زي ما كانت. ترجع زي ما كانت إمتى؟ أيام الفراعنة، أيام من فيكتوريا. ما فيش فترة زمنية ثابتة في هذا التوقع. أو كلام عام يعني أو كلام أوهام إلى حد ما. آراء أخرى قالت سنمنع دخول السود بهذا الشكل. آراء أخرى قالت إحنا كده هنوقف المسلمين من العودة إلى أو القدوم إلى بريطانيا. يعني أسباب كثيرة بينها لا تمت بالصلة للرأي العام البريطاني. يعني لأنه الاستثناء نفسه قام على أو بالنسبة لمعسكر الخروج كان قائم على دوافع أو ابتزازات عاطفية. وللأسف الشديد يعني رئيس الوزراء البريطاني في هذا الحين كاميرون خطته كانت في ذلك مبنية في ذلك الحين يعني خطته كانت مبنية على ما جرى في انتخابات التصويت الذي تم في اسكتلندا، وهي عملية اقتصادية بحتة. هناك يعني اختلاف ما بين الاسكتلنديين للبقاء ولا الاختلاف الاقتصادي. العملية الاقتصادية لم يستبعبها الناخب البريطاني مرة واحدة أبدا. هذا يؤيد كلامك دكتور رفيق بأن هناك حاجة فعلا لاستفتاء جديد يصحح أخطاء الاستفتاء الأول، يصحح ما تم تشويهه خلال حملة الاستفتاء الأول. هل كما قلت أنت من داعمي ذلك الاستفتاء، هل هناك قاعدة شعبية لدى المحافظين فعلا لدفع بوريس جونسون لاستفتاء جديد قبل الذهاب للانتخابات؟ أولا يجب أن نقول أن الناس اللي انتخبت أو وضعت صوتها للبريكسيت دي إهانة ليهم، إهانة لاختيارهم ان هم اختاروا خطا، لان هذا ليس حقنا. حق المنتخب ان ينتخب، عايز ينتخب الاصل ينتخبه للديمقراطيه. ولكن اتصور ان الظروف تغيرت كثيره جدا اخر ثلاث سنوات. انت عندك في اخر ثلاث سنوات في شباب اللي كان سنه 15 سنه حق التصويت دلوقتي هينتخب. انت عندك في تغييرات كثيره جدا في ساعود بالنسبه لهذه النقطه تحديدا، التغييرات التي حصلت تغييرات كبيره، أنت تقر بذلك، لكن هل هناك أغلبية داخل النواب المحافظين للإقرار بأن هناك فعلا ظروف تغيرت ويجب أن نذهب إلى استفتاء ثاني؟ هو أولا ليست في يد الأعضاء، لأن المجتمع البريطاني منقسم انقسام عميق جدا بطريقة غير عادية. لما أراها بقالي 44 سنة في إنجلترا ما شفش الانقسام. فأنا ما حبش كلام كاتيجوريكال وكلام يهين الناخب البريطاني لأنه انتخب شيء أنا لا أريده، ولكن ما أقول أنه ليس هناك ما يمنع أن البرلمان يأخذ المسؤولية لطلب إعادة الاستفتاء. طيب. بعد هذه المشكلة هل لديهم وقت؟ سؤال بسيط جدا للدكتور وفيق، وأنا يعني موافق على جزء من اللي بيقول، لكن ما هو الفرق إذا كان هذا فعلا دفاع عن الديمقراطية وأحقية الأغلبية؟ ما هو الفرق ما بين الناخب البريطاني الذي لم يعطى إلا فرصة واحدة وعضو البرلمان الذي أعطى ثلاث فرص للتصويت على اتفاق مي؟ ليست هذه ديمقراطية وهذه ديمقراطية، لكن هو مع التصويت إعادة الاستفتاء. أنا وافق معه في هذا، أن هناك حاجة إلى فعلا استطلاع رأي الناخب البريطاني وما هي الاتجاهات، وبحيث هذا يعني على أساس أن السؤال المطروح على الناخب لا يكون من ذا شقين، لان هذه كانت اساسا المشكله، لانها كان اختيار ثنائي. يعني في موضوع معقد، في نقطه مهمه جدا. انت عارف موضوع ايرلندا اللي اسمها باك ستوب، وعندك اسكتلندا وعندك لحد ما ويلز. فاعتقد ان طبعا هو زي ما تقول، انا لا اريد ان اهين راي المنتخب البريطاني على الاطلاق،
ولكن المصلحة العامة في اعتقادي قد تقتضي ذلك، تقتضي استفتاء قد آخر. قد تقتضي. طيب ليلى، بالنسبة للاتحاد الأوروبي الآن، إذا ما تمت الدعوة لانتخابات مبكرة، بالنسبة للمواعيد، هل تعتقدي أنه سيكون مرناً مع الحكومة البريطانية بتأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر القادم؟ كما قلت لك بالأول أن الاتحاد الأوروبي لا يتدخل في الشؤون الداخلية. لا ليلى، من طرف، هو من جانب واحد، هل سيضع شروط على موضوع تأجيل موعد 31 إذا كان يرى أصلا مصلحة له في تأجيل الخروج دون اتفاق؟ أمريكا تدخلت. أريد أن أقوله بالنسبة لل الرئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة الألمانية السيدة إرسولا فون دير لاين، لما قالت أنها أو أن المفوضية الأوروبية وبالتالي الاتحاد الأوروبي يعني في إمكانه أن يعطي الوقت الكافي والوقت اللازم لبريطانيا في بالنسبة للاستفتاء. وبالنسبة أريد فقط أن أذكر بشغلة تتعلق بال الملكة إليزابيث، كما تعلم جمال أن الملكة تسود ولا تحكم، ونسبة لتعليق البرلمان اعتبار أو لغاية 14 من سبتمبر أو صحح لي، فرسميا هذا القرار أخذ الوزير الأول السيد بوريس جونسون، لكن هو استشار طبعا الملكة إليزابيث الثانية، ويعني رسميا هي التي يعني اتخذت هذا هي عليها المصادقة فقط، هي ملكية دستورية، رسميا رئيس الوزراء هو الذي اتخذ هذا الإجراء، لأن كثير من الخبراء الدستوريين يقولوا بأن نصيحة رئيس الوزراء في بريطانيا هي نصيحة ملزمة، يعني الملكة لم يكن لها أي خيار من أمرها إلا أن توافق. صحيح قولك، يعني هي لا يمكن أن تقول شيء، لو قالت شيء فالبرلمان والحكومة يقولون لها يا لا سيدة الملكة أنت ليس لك دخل سياسة، بالرغم من أنه لديها بعض الصلاحيات مثلا التي تعين الوزير الأول، هي التي كذلك تلغي البرلمان. فممكن جدا أعتقد أنه ما سيحصل بعد خطاب الملكة في 14 من أكتوبر قد يغير، قد يفاجئ، قد يغير. طيب. شكرا جزيلا لك ليلى حداد، الصحفي المختص في الاتحاد الأوروبي، كنت معنا عبر سكايب، لكن هذا تاريخ طويل أصبح بالنسبة لبريطانيا الانتظار حتى 14. تعليق أستاذ عمر على موضوع الملكة، البعض يقول خطأ أن الملكة تدخلت، كثير من الخبراء الدستوريين يقولون بأن إجراء الملكة هو هذا هو الإجراء، لن يكن بيدها أي إجراء آخر، لكن السؤال أنه إذا كان البرلمان هو الذي طلب منها ذلك والبرلمان قدم لها نصيحة، هل نصيحة البرلمان أيضا لها صفة الإلزامية كنصيحة رئيس الوزراء؟ سؤال وجيه جدا الحقيقة. أنا يعني 44 سنة 42 سنة من تواجدي هنا في بريطانيا في العراق السياسي، دائما وأبدا الملكة تنصاع ل يعني ما التحفظ في كلمة تنصاع إلى النصيحة المقدمة من رئيس وزرائها ورئيس الوزراء وكذلك البرلمان كله وأعضاء أعضاء البرلمان يمثلوا الملكة في هذا المجال، لا يمثلون أشخاصهم، يعني هم حتى في لذلك هذا السؤال مطروح انه اذا الاثنين قدموا بنصائح ملزمة جونسون والبرلمان، حزب المعارضة اسمه هير ماجستيز معارضة جلالة الملكة، حزب ايوه صح مضبوط هذا. فيعني سؤال انا في صراحة يعني ما عندهاش صلاحات، هي ليس لها صلاحات سياسية من غير السلاح، هي فوق السياسة، هقول لك فوق السياسة. متى تتدخل الملكة في الملكة فيها في الأمور السياسية؟ يعني هذا غير واضح، لكنه واضح من
التاريخ والعادات والتقاليد. طيب يعني بس انا عايز اعقب قبل ما يعني انا عايز اعقب على الكلام اللي قالته الاخت. طب خلينا ناخذ تعليق من دكتور وفيق على هاي النقطه تحديدا حول صلاحيات الملكه. لها برايفسي كونسل، لها وزاره، ما هم دول مجلس خاص مستشارين. لا مش برايفسي كونسل، لا هم رؤساء الوزراء السابقين وخمس سياسيين وزراء خارجيه وكذا من حوالي عندها حوالي 200 واحد ودي بتجتمع بيهم، ومن هنا الملكة لها سلطة إلى حد ما. طبعا رئيس الوزراء هو أعلى سلطة صح في الدولة، ولكن هي عندها سلطة كذلك. ويعني طيب مثلا بيقدموا لها على على موضوع مثلا زي موضوع الجواز المثلي، تعتقد الملكة 92 سنة هيكون لها رأي في ذلك؟ هي بتضطر لأنه ما بيقولها دمت. لكن سؤالي، إذا كانت النصيحة مقدمة من رئيس الوزراء تتعارض مع نصيحة مقدمة من البرلمان، هل تلتزم الملكة بنصيحة البرلمان أم بنصيحة رئيس الوزراء؟ رئيس الوزراء يمثل الدولة وهو رئيس الدولة، ممثل السلطة التنفيذية. الآن أرجع لك أستاذ عمر، تعقيبي على تعقيب على ما قالت ليلى، على ما قالت الأخت ليلى، يعني هي صحيحة في كثير من ما قالته، بس يعني لازم نضع في الاعتبار أولا أن بريطانيا هي التي تريد تخرج الخروج من الاتحاد الأوروبي وليس العكس. يعني التخيل أو الوهم الذي يعني الآن يتحكم في تفكير اليمين المتطرف في حزب المحافظين وفي الحكومة وفي حكومة المحافظين، ليس لديهم تخيلات وسائل ما سوف يحدث إذا خرجت بريطانيا بدون اتفاق. ناهيك عن مواضيع الاقتصاد وانهيار الجنيه الاسترليني، احتمال انهيار الجنيه الاسترليني وهلم جر. ما هي توقعات هذه الحكومه عندما يذهبوا وسيذهبوا الى بروكسل لاجراء مباحثات؟ ما ستكون هذه الشروط؟ ستكون نفس الشروط التي طرحها الاتحاد الاوروبي وصوتوا عليها قبل ذلك بعدم قبولها. كلمة أخيرة دكتور وفيق، هل تعتقد أن ما زال هناك وقت خلال الساعات القادمة لأن يوافق بوريس جونسون على استفتاء ثاني؟ لا هو عايز، لا ما أعتقدش، أنا أسف، أنا لا لا يوجد أعتقد الوقت. كرئيس وزراء هذا سيأتي من البرلمان وليس من رئيس الوزراء. وحط نفسه في خندق وحط أحمد نفس أخطاء تريزا ماي، حط نفسه في الخندق وتحت تحت الخط كبل الأحمر نفسه. ما ترى أخرى. شكرا لك. جيرمي كوربن راح فين بقى في اللعبة دي كلها؟ جيرمي كوربن رجل تمرد. سنتابع النقاش ولكن بعد أن ننهي البرنامج. شكرا لك عمر إسماعيل السكرتير في دائرة انتخابية لحزب العمال البريطاني، وكذلك أيضا أشكر رئيس المجموعة العربية في حزب المحافظين البريطاني دكتور وفيق مصطفى، والشكر لكم أعزائي المشاهدين. ختام هذه الحلقة من برنامج المشهد، في أمان الله.